إن لي أبناء أخت أيتام يعيشون معنا ونحن نحب أن ينشأوا مؤدبين، هل نعاملهم كما نؤدب أبناءنا مع العلم أن التربية أحيانا تحتاج للضرب والتخويف إن لم ينفع أسلوب الترغيب، فنحن لا نحب إبكاءهم لكن قد نضطر لذلك، أفتونا في ذلك مأجورين. أنتم محسنون في تربية هؤلاء الأيتام ولكم في ذلك الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى، وعليكم بالرفق بهم مهما أمكن ذلك، وإذا احتاجوا إلى تأديب على ما لا يليق فإنه يكون التأديب بقدر الحاجة ولا يزيد على الحاجة، التأديب الذي يكون بقدر الحاجة هذا لا لكم فيه الأجر من الله سبحانه وتعالى، ولأنه لا يضر الأيتام وإنما ينفعهم في مستقبلهم. أما التأديب الزائد عن قدر الحاجة فهذا لا يجوز، لا في حق أولادكم ولا في حق غيرهم من الأيتام الذين تتولون شؤونهم. الواجب الاعتدال، الاعتدال التأديب بقدر الحاجة وما تدعو إليه الضرورة، فلا تتركوهم مهملين يسيئون الأدب وينشؤون على الأخلاق السيئة، ولا تسرفوا في التأديب فتخوفوهم أو تعملوا معهم ما يسيء إليهم. نعم.